يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة. أدم الصلاة. فقبولها على النبي محمد لا عذب الله لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجري المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر اللهم صل على والهاشميان صبطاه لها ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر إني بحبهم يا الله إني بحبهم أرجو النجاة غدا والفوز في زمرة من أفضل الزمر هذا مقال رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر من توالى بعلي المرتضى وبنيه نال أعلى الدرجات فبنية لا يخافن عظيم السيئات هم خيار الخلق في كل الورى ولهم في الحشر أعلى الدرجات فإذا ما ذكروا في مجلس غمرته من شذاهم عبقات رفع الله تعالى ذكرهم فارفعوا أصواتكم بالصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم صل وسلم على محمد وعلى والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. ممكن أن نعتبر هذين البيتين وهما من أرجوزة العباس سلام الله عليه، هذا النوعية من الشعر ويسمى الأراجيز، يقوله الفارس في ميدان الحرب إذا دخل القتال، مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول مثلا حينما كان يقاتل مرحب: أنا الذي سمتني أمي حيدرا. واحد في حرب وقتال يعني يقتنص كلمات مختصرة وقد يرتجزها في نفس الوقت، في ذيك اللحظات الحاسمة لحظات موت، يمكن الآن هو معرض إلى الموت إلى القتل، فيلخص شخصيته في كلمات موجزة، هذا اللي يسمونه الختم. الختم كذلك، شوف الأجداد سابقا ابتكروا لهم قضية الختم، مثلا يلخص فكرته وعقيدته بكلمة أو كلمتين أو ثلاث تعتبر توقيع عليه، إذا يريد يوقع وثيقة مثلا أو شيء زين خلي هذا الختم على تلك الورقة، ذا شيء قديم. وعادة يخلون نقش خاتم، مثلا الإمام علي عنده نقش لخاتمة إنه يكتب عبارة تلخص فكرته، تلخص فلسفته، تلخص شخصيته مثلا، أو أفكر في طريقة ذكية في الختم بالذات إنه يلخص فيها شيء يعني من حياته وعقيدته وشخصيته، مثل الختم مال الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه، شيخ حسين بن محمد آل عصفور، هاي شنو خاتمه؟ ختم مال النقش دا تشوفه في بعض الوثائق: قال محمد حسين مني. شوف اختصر حديث للنبي صلى الله عليه وآله واسمه هو حسين بن محمد إلى حديث إلى رسول الله. مثل ما الآن كثير من شبابنا مثلا عنده توقيع أو عنده مثلا عبارة أو جملة تلخص شخصية، تلخص واقعة زين موجود في حياته، تلاقي ينهي بها رسائل مثلا أو يوقع بها بعض أمور المهمة أو يعبر بها عن شخصيته. كذلك في كربلاء وقضية العباس عليه السلام قال هذه الجملة وهذه العبارة اللي واقعا استوقفتني أن نتحدث عنها بالخصوص هذه الليلة، وهي عبارة لما أن ضرب على يمينه. طبعا انت تصور المعركة قائمة والرؤوس تتطاير والأجساد ملقاة على الأرض، الإنسان لما يقول كلمات في هذه اللحظات الحرجة بلا شك أنه يختار ويقتنص أبلغ الكلام اللي يدور في زحام مخيلته، مخيلة شغالة عنده زين، وهو يقتنص منها أمور مختصرة، يختصر الكلام الكثير ويوجز في عبارات تبين عقيدته، تبين شخصيته. وهذا اللي اختار العباس سلام الله عليه في واقعة كربلاء. احنا اخترنا هذه الكلمة وهذه الجملة لنتحدث عنها ان شاء الله هذه الليلة. والله ان قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. طبعا أكثر أصحاب الإمام الحسين كل واحد إلى هذه الأراجيز، مثلا الحبيب: أنا حبيب وأبي مظاهر، مثلا الحسن القاسم ابن الحسن سلام الله عليه أيضا كان عنده بعض هذه: إن تنكروني فأنا
شبل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن. زين، تلاحظ علي الأكبر، أنا علي بن الحسين ابن علي، ومو بس جاي يقول اسمه، لا، ولو المسألة فقط اسم تنتهي. أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. جاي يفتخر بآباءه ويفتخر بدينه ويفتخر بعقيدته من خلال كلمات بسيطة. احنا لما نريد ندرس علي الأكبر بعد هالقد سنة، أو نريد ندرس الإمام الحسين من خلال هذه الكلمات، تبين مدى شخصيته. مثل الإمام الحسين سلام الله عليه، أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أمضي على دين النبي، أحمي عيالات أبي. شوف الكلمات هذه على وجازتها، وقد تمر على مثلا مسامعنا مرور الكرام، إلا أنك ممكن أن تقتنص منها دراسة عن شخصية هذا الإنسان، بالذات العباس سلام الله عليه. العباس مثل ما يسمونه أيقونة كربلاء، ما يمكن أن تذكر كربلاء دون ذكر هذا الرجل، ومو إمام معصوم. شوف بعض الجماعة بالعراق هناك يسمونه الإمام العباس، زين، والإمام بمعنى القيادة، ولكن في الواقع الإمامة محصورة بالإمام الحسين وأمير المؤمنين والحسن والحسين والإمام زين العابدين، لكن له وجاهة، له إمامة. ما بنقول الإمامة الواجبة، لا، هذه الإمامة الموجودة هي قيادة فعلا، هو قائد. ما نشوف بعض الفقهاء الآن يسبغون على لقب إمام، الإمام الخوئي، الإمام الخميني مثلا، الإمام السستاني. إمام مو بمعنى الإمامة الواجبة المعروفة عند الشيعة، لا، وإنما هذه الإمامة قيادة. يعني العباس هم قيادة من قيادات أهل البيت، نموذج من القيادات الربانية، القيادات التي ملأ الله سبحانه وتعالى ونور قلبه في جميع صفاته وفي جميع مكرماته بهذه الأمور الكمالية. خلال هذه الليلة إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من المشمولين إن شاء الله ببركات أبي الفضل العباس سلام الله عليه. ماذا تعني هذه الكلمات؟ والله إن قطعتم يميني، بعد قطع يمينه مباشرة ارتجز بهذه الكلمات وهذه الأبيات. والله إن قطعتم يميني، إني أحامي أبدا عن ديني. هو فارس، وقيادة إلى جيش الإمام الحسين عليه السلام كان العباس سلام الله عليه، يعني كما في الروايات جعله الإمام الحسين على الميمنة، ولما تقول جعله على الميمنة أعطاه الراية، ومعنى إعطاء الراية يعني كان يمسك بزعامة الجيش، مو فقط يعني مجرد شخصية عادية. هو عند الإمام الحسين عليه السلام قائد، وبلا شك القائد إذا ظهرت عليه آثار البطولة وآثار الشجاعة، يعني ممكن أن تكسر الجيش من خلال القائد. إذا كسرت القائد قابل أن الجيش كله ينهدم. وإذا كانت لهذا القائد آثار معنوية مثلا، كانت لهذا القائد شجاعة زائدة ظاهرة، بلا شك راح يتأثر الجيش من هذه الشجاعة الموجودة عند قائدة، بلا شك. كذلك أول ما حاول عمر بن سعد أن يبعد العباس عن الحسين، لأنه يعرف موقعية العباس سلام الله عليه بالنسبة إلى الإمام الحسين، فإذا انكسر العباس انكسر كل جيش الإمام الحسين. ولذلك تقول الروايات أن عمر بن سعد بعث بشمر ابن ذي الجوشن لعنة الله عليه في ليلة العاشر، وكان الهدف أنه شمر يعرض الأمان على العباس وإخوة العباس، أنتوا تركوا الحسين وكونوا في مأمن، ورح تكون لكم جوائز، رح تكون لكم
يعني ما تريدون مناصب مثلا في الجيش راح تحصلون عليها في مقابل أن تتركوا الحسين. لذلك جاء شمر وكان يقول أين بنو أختنا؟ أكو قرابة قبائلية، مو قرابة قريبة مثلا أولاد عم كذا، لا، قبيلة، قبيلة أم البنين لها علاقة بقبيلة شمر، أين بنو أختنا؟ طلع العباس وما أراد أن يجيب أصلا العباس على شمر ابن ذي الجوشن، لكن الإمام الحسين سلام الله عليه قال أجبه وإن كان فاسقة، حتى لو أنت تختلف وياه في الرأي أو أنت ما تعتقد بشخصية لها مكانة، مع ذلك شوف وش عنده وش قاعد. إحنا في نهاية الأمر الإمام الحسين يلقي الحجة على الآخرين، هو إمام ويلقي الحجة على الآخرين. فعلا دار النقاش أنك نطلب منك أن تترك الحسين ولك ما تريد. رفض العباس وهو الذي تكلم باسم إخوته، هو اللي تكلم باسم إخوته، رفض هذه المسألة جملة وتفصيلا، وأبى إلا أن يكون بجانب أخيه الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام قال كلمة تبين موقعية العباس في قيادة الجيش، قال أخي عباس إذا أنت مضيت يؤول أمرنا إلى الشتات. عادة تعودنا نجيب هذه الكلمات في مصيبة العباس سلام الله عليه، لكن واقعا هي يعني مادة خصبة جدا إلى فهم هذا الإنسان العظيم وهو أبو الفضل سلام الله عليه. أخي عباس إذا أنت مضيت يؤول أمرنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. وقال كلمة لما أن وقف على مصرع العباس، قال أخي عباس الآن انكسر ظهري. كلمة انكسار ما كانت تبدو من الإمام، لأن دائما كانوا يبرزون جانب الشجاعة حتى وهم عطاشة وعددهم قليل والجيش عدد 30,000 وهم عددهم، ما كانوا يبرزون الجوانب السلبية، ما كانوا يتدمرون. شفت واحد متدمر منهم في كل تاريخ كربلاء؟ شفت واحد مثلا من أصحاب الحسين أو متدمر؟ لا، وش لنا نقابل هذا الجيش؟ أبدا، هذا ما كان في قاموسهم ولا كان في حسابهم نهائيا. كانوا يتعاملون دائما من مبدأ القوة ومبدأ الانتصار ومبدأ الإنسان القوي لا الإنسان الضعيف، رغم أن كل المعطيات كانت على خلاف ذلك. يعني قدامهم جيش 30,000 وهم عددهم إذا بنتجاوز بنقول 72، عددهم بالكثير على أقصى رواية فأصحاب الحسين بتقول 100 أو 200، بعد أكثر ما توجد روايات أو منقولات تاريخية، 200 واجد، بعد أقل فوق 100 بشوي، يعني بين 120 تقريبا أو بنقول 145، أقل من 150، هذا حسب روايات، حسب روايات منقولة وآراء لبعض المؤرخين. على كل حال، فموقعية العباس موقعية الشجاعة، موقعية القيادة، موقعية الإنسان الذي يقود جيش الإمام الحسين وعند راية. هذه الراية ما تصور راية يعني بسيطة، لا، راية لما تقول راية يعني هذه الراية أخذوها من ضمن الغنائم اللي أخذت إلى قصر عبيد الله بن زياد، ورأى هذه الراية باعتبار أنها الراية المهمة في جيش الإمام الحسين. سبعض الباحثين يقول هذه الراية اللي حملها العباس، سهو بيحمل الراية، بيحمل السيف، بقاتل، وهذا يعيقه. يعني عادة لما نقول واحد حمل راية ما تتصور أنه علم في عصا وكذا، لا، حمل الراية معناته راية يعني لها علامة إلى الجيش، وهذه الراية عند العباس، الراية عند العباس. فأنت شلون تتصور حامل الراية؟ لما نقول حمل الراية كما يقولها أصحاب المقاتل، بعض الباحثين عند رأي، ما نقولنا هذا الرأي بالضرورة يكون صحيح، لكن هذه آراء تنقل، أن هذه الراية ما كان العباس هو حاملها، كان أكو واحد بجانب العباس هو اللي يحمل هذه الراية، إنما هي علامة، والعباس كان يعني يعرف بأنه رمزية إلى هذا الجيش، فكان يقاتل سلام الله عليه. وبعضهم قال لا، هو فعلا كان يشيل هذه الراية بيمينه، يعني هو يحملها فعلا
بشكل فعلي يحمل هذه الراية بيمينه. هي أقوال تاريخية، وهنا نقطة لا بأس أن أشير إليها أيها الأحبة. إحنا اعتدنا في المنابر أن نجيب أشياء معينة، وهذه الأمور الناس يسمعونها من هذا الخطيب ومن الخطيب الثاني والثالث والرابع والخامس، إلى أن أصبحت هذه الأمور مرتكزة في أذهان المستمعة. يعني ما يصير تقول مثلا شي خلاف للي سامعنا من يوم هو صغير، زين 20 سنة يقرأ عندهم ملا عطية ويجيبها، 20 سنة قرأ عندهم ملا يوسف ويجيب هاي الرواية، و20 سنة قرأ فلان. فالناس يعني تركزت هذه الأمور في أذهانهم، جزى الله جميع الخطباء خير الجزاء. لكن من الوضع الصحي إلى المنابر إن احنا نجيب بقية الآراء، ما نجمد على رأي واحد، خلى الناس تعرف أن هناك آراء متعددة في قضية مثلا زينب، أكو آراء متعددة في حياة أم البنين، أكو رأي يقول أن أم البنين ماتت قبل كربلاء. ليش الناس ينصدمون لما يقرون هذا الرأي؟ ليش الناس؟ خلى الناس على معرفة أن هناك رأي حتى وإن لم يتبنى الخطيب، ماكو مشكلة. يعني طبيعة التاريخ، كل التاريخ أمور سمعية، إحنا نسمع وفلان يسمع، زين وفلان يسمع، بعدين يجون يدونون كل اللي سمعوه دونوه في كتاب. فهناك الحقيقة وين من ما بين 3 آراء أو 4 آراء؟ تقدر تقول هذا الرأي هو الحقيقة تجزم 100%؟ لا، ما حد يقدر يجزم، لأن هذه كلها أخبار منقولة ومسموعة. فشيء جيد أن إحنا نستمع إلى بقية الآراء، سواء في سيرة الأئمة، في سيرة الزهراء، في سيرة أمير المؤمنين الإمام الحسين، في كربلاء أكو آراء تتعارض، أكو آراء مثلا خلاف اللي إحنا تعودنا أن نستمع إليه. فلا بأس نتعود، ويا ريت تتعود منابرنا على فهم المنبر والتاريخ بهذه الطريقة. مو فقط التاريخ هو رواية واحدة، التاريخ عدة روايات، عدة روايات. من ضمن الأمور مثلا قضية العباس سلام الله عليه، حسن مثال اللي ذكرناه في قضية الراية، هل هو فعلا هو اللي يحمل الراية، أو أن هناك من يحمل الراية مع العباس سلام الله عليه؟ قد يكون غلام مثلا، قد يكون واحد من المحاربين، إنما الرمزية لهذه الراية عند أبي الفضل العباس، الرمزية في هذه الراية عند أبي الفضل العباس. وأكو احتمال آخر أنه فعلا هو اللي حمل الراية، سلان اقتطع ذا الكلام. أكو هناك احتمال أنه فعلا يحمل الراية ويحمل السيف ويحمل القربة على ظهره. تصور هذا الموقف. خلاصة الكلام أن العباس موقعه موقع مهم في جيش الإمام الحسين سلام الله عليه، مع ذلك لم يبن الانكسار على شخصيته ولا على وجهه، ولا بان بأي شكل سلبي، أي شيء سلبي لم يظهر من شخصية العباس، كله كان تفاني وكان شجاعة، إلى أن وصل إلى الماء، إلى أن وصل إلى الماء واغترف غرفة من الماء ليشرب كما تشير الروايات، قال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا خير أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذه أو ما هذا فعال ديني. كان الرجل يعني في قمة شدة البأس والصرامة في موقفه، ما في أي انكسار وأي خوف وأي تراجع. وهذا لذلك فعلا كان المنصب اللي هو في جيش الإمام الحسين هو اختيار للإمام المعصوم. ترى حتى تقسيمهم القلب، هو تشكيلة المعركة قلب وجناحين، زين وذيل ومقدمة، زين الإمام الحسين في المقدمة يكون، ومن خلف الجيش الجناح الأيمن، رغم أن الجيش قليل ترى 100 تتكلم، لكن التقسيم العسكري موجود على ضآلة العدد، لكن التقسيم الحربي من ذيك السنوات. يعني هذا لما تفتح كتب التاريخ الروم وغير الروم والعرب
كلهم عندهم هذا التقسيم إن الجيش طريقة تقسيم الجيش قديما ولعل حتى تقسيم الجيش حديثا الآن دخلت مثلا الطائرات الحربية لكن هناك تقسيم إلى الجيش ما زال يعني متواتر من الأزمنة القديمة إلى هذه الأزمنة الحديثة. جانب ثاني حول هذه الكلمة كلمة أبي الفضل العباس والله إن قطعتم يميني، الرجل يحمل عقيدة والعقيدة ما تنفك عنه سواء في السلم أو في الحرب، هذا جدا أمر مهم. عقيدة المقاتل دافع كبير إلى التفاني، ولا شلون إنسان أنت تصور إنسان جاي يقدم نفسه إلى سيوف وتقطيع وموت، تشوف الجنود الإسرائيليين لما يقعون في قبضة زين بعض المقاومين شلون يبكي، خايف خايف يموت خايف يقتلونه، يبكي بكاء مثل النساء، يبكون بكاء كبكاء النساء. وين العقيدة اللي عندهم؟ وين العقيدة؟ لكن نشوف بعض المقاتلين سواء في التاريخ أو حتى في زماننا يقبل على الموت، يستأنس بالموت حتى وهو ميت، الابتسامة مرسومة على شفتيه، موجود ولا ما موجود؟ بين أن الرجل عنده يعني رباطة جأش، عنده قوة، وهذا الأمر اللي موجود في شخصية العباس صلوات الله وسلامه عليه. الأمر المهم والملفت مسألة العقيدة، أن العقيدة بارزة في شخصية العباس، وإحنا جدا نحتاج النظر إلى عقيدتنا. لعل يعني الليلة الماضية تكلمت عن جزء من مصيبة، وهذه المصيبة مو فقط في البحرين، لا في كل العالم الإسلامي، كل العالم الإسلامي، كل الدول العربية، هذه المشكلة أو المصيبة هي مصيبة الإلحاد. خلاصتها أن أكو جماعة الآن قاعدين يروجون إلى فكر الملحدين. فكر الملحدين هو فكر يقوم على إنكار الدين، يعني ما له داعي أن الإنسان يكون عنده دين. يستقطبون من؟ يستقطبون الشباب، الشباب اللي يدرسون بالجامعة، الشباب اللي بالثانوي، الشباب اللي ما عنده وعي، الشباب اللي عمره يمكن ما دل درب المسجد ولا يعرف الصلاة ولا هو متعلم الصلاة ولا غير الصلاة، دول يستقطبونهم يستفيدون منهم، لأن دول يمثلون الوقود اللي هم يتحركون به، باكر يصير عندهم أتباع. فعلا قدروا يخترقون، هذه وين ما نروح نجيبها ونأكد عليها، قدروا يخترقون قراننا، قراننا البحرين. إيه نعم البحرين، أعداد وأرقام جاية تتكاثر بعدد الملحدين في البحرين. خل احنا منشغلين بفتنة ومنشغلين بأمور تافهة جدا تافهة، زين، بلا وعي، وديننا حتى تديننا صاير بلا وعي. تصور يعني أمس مولد الإمام الحسين مطرشين لك فيديو، واحد قاعد لابس له ماذي ما أدري، والله ما نتكلم يعني شيء مدعاة للخجل، قاعد يترقص. هذا اللي فهمته من الحسين، رجال ايش كبره قاعد يترقص لي بكل وقاحة وقلة أدب وقلة حياء، وتالي ينحسب على الحسين. إيه هذا خادم الحسين؟ لو تسأل السؤال واحد في عقيدته وانتمائه هو ما يدري عنه ولا يعرفه، أمر غريب وعجيب. كل اهتمامنا بقضية الحسين صار بالأكل، صار بالمضايف، اهتمامنا بقضية الحسين وقضية الدين، هذا دين. هو يقول إني أحامي أبدا عند هذول جنود الحسين الحقيقيين، خد منهم المعرفة الحقيقية للدين، إني أحامي أبدا عن ديني، قاعد يحامي عن عقيدته، فاهم عقيدته، متمرس في عقيدته. من يجي محرم قال عندنا مضيف وعندنا ما أدري ويش، زين وروح لأربعين أول بأول، والحج يمكن ما يدري عنه بعضهم كذي، روح الحج لا ما نقدر شيخنا لأربعين، إيه لأربعين كل سنة نروح لأربعين حق عساس يصور وكذا وتشوفوا أنه ترى راح لأربعين، أنا ورايح يا المشاية
في النهاية الإمام الحسين يحتاج إلى ناس معتقدين بدينه، نحتاج إلى تقوية عقيدتنا. والله أحيانا يعني أمور ما ينبغي أن نتكلم عنها، لكن هذا الواقع اللي قاعد يصير. يتكلم لأحد المشايخ يقول تكلموا أنتم الخطباء، تكلموا أنتم الخطباء، ستة من كرزكان صارين ملحدين، من المعامير فوق أربعة إجمالا. أقول لكم الرقم في البحرين كم خلال سنة واحدة؟ 20 ملحد في البحرين من شبابنا، 20. وإحنا منشغلين بوش؟ وش شغلنا إحنا؟ دش قناة وسائل التواصل مباراة برشلونة وريال، هلا شغلنا. إلى أن راحت عقائدنا وراح ديننا، مساجدنا ما فيها أحد، مساجدنا ما فيها أحد يوقف. هذه شعائر بعد، صلاة الجماعة من الشعائر، ما حد ملتفت إليها، صارت الشعائر بس المضيف اللي أسوي عند بيتنا وأشغل الدي جي ومفزع الدنيا. هذه الشعائر زين، وإيش عقيدتك؟ ما يدري، لا عقيدة لا دين لا مذهب لا فقه لا صلاة، حتى صلاة ما يصلي، حتى صلاة ما يصلي، وهي عمود الدين. إن قبلت قبل ما سوى، إلى درجة إن البعض قاموا يروجون في الفترة الأخيرة ما يحتاج تصلي، ما يحتاج الصوم، كفاية عندك الحسين، الحسين بيشفع لك. ده الحسين اللي أنت تتكلم عنه وقف الحرب وقام يصلي. الحسين سلام الله عليه في وسط الحرب وهو يصلي. تالي بتقول لي لا ما يحتاج أصلي، كفاية شفاعة الحسين، وده أنا أروح لأربعين زين والحمد لله. أخي وصلنا إلى مستوى جدا متدني في فهم الدين، جدا متدني. ما أريد أن أطيل في هذا المقام كثير، لأن حبيت أن أثير وأشير أمر مهم. شلون يدخلون ذول الإلحاديين؟ حاولنا يعني نشوف بعض اللقطات الموجودة في اليوتيوب مثلا. طبعا هم منتشرين بشكل كبير في العالم الإسلامي، في الجزائر، في تونس، والمد جاي، والله جاي. إذا ما ندري مشكلة، المد جاي، منتشرين في مصر، وعندهم فيديوهاتك موجودة على اليوتيوب، شتم وسب في رسول الله، شتم وسب في النبي صلى الله عليه وآله. هذا أول شيء، أول أسلوب من أساليبهم، يعتمدون على أمرين. الأمر الأول أنهم يخلخلون عقيدة الشاب اللي جاي يعني أمامهم. وين لقطوا؟ وين لقطوا؟ في انترنت، في مكان، في جامعة، زين في أي مكان. خب الآن تقاعد في بيتك والعالم كله بين يديك، الآن شبكات التواصل يعني جعلت العالم كله منفتح على بعضه البعض. هذول فئة من هم مدعومين أساسا الله العالم، ما نريد نبحث فيها، خلى كل شيء نقول الغرب الغرب، لا، قد يكون هو يعني عنده أفكار وحاب يروجها ما بين الناس، قد يكون مدعوم الله العالم، جهة معينة دعمتنا ما ندري، بس هم قاعدين يبثون الشيء اللي يسيء إلى أنهم يبثون أفكارهم، يدعون الناس ويدعون الشباب إلى أفكارهم. إذا شبابنا ما عنده اطلاع، ما عنده عقيدة، وما عنده معرفة، ترى أي كلام يوديك، أي كلام يجيبه في هذا الجانب. لاحظ مثلا أول شيء، يخلخلون المرتكزات الموجودة عند أذهان شبابنا. أول شيء زين، الله، من قال لك الله موجود؟ كم مشكلة أنت طحت فيها؟ شوف شلون، كم مشكلة أنت طحت فيها والله ما وقف وياك؟ ليش؟ أنا متخذ رب بس عشان يطلعني من المشاكل؟ خلاصة إيماننا بالله عز وجل، بس إن أطيح في مشكلة والله ما طلعني من هاي المشكلة، صرت مريض، أخوي صار مريض ودعيته وما استجاب ومات أخوي، خلاص هذه علاقتنا بالله؟ هم يفهمون العلاقة بهذا النمط المادي التافه، يفهمون
الشاب اللي قدامهم العلاقة بالله بهذه النمطية السخيفة والساذجة في العقيدة، إن الله ما يحقق لك كل ما تريد، كل ما الله ما قاعد يحقق لك، إذن لا داعي، النتيجة لا داعي أن تؤمن برب هكذا. زين، يجي بعدين إلى قضية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله. شوف القرآن يقول إذا كان مجلس معقود أو ناس يسبون الله أو يسبون رسول الله، لا تقعد في مجلس مثل هذا المجلس لأنه يأثرون على أفكارك. إذا تبى تهدم مجتمع تعال إلى رموز المجتمع، طيحها، هذه تمثل قدوات. طيح شخصية النبي من عين هذا الشاب، راح أطيح الدين كله، أطيح من عينه. عدل لولا افترض مثلا قيادة موجودة في بلد، عالم، فقيه، شوف دائما يوجهون سهامهم إلى من؟ إلى هذا المرجع، إلى السيد السيستاني مثلا، إلى رسول الله، إلى علي بن أبي طالب، يطلعون مثالب، يحاولون يجمعون أشياء على علي وعلى رسول الله، هم مو فاهمينها، ما في أي شيء، رسول الله تاريخه ناصع، لكن ذولا يجمعون بعض الأشياء. شوف في تاريخهم تقولون كذي عن النبي، النبي كذا، النبي دكتاتور، النبي يحب النساء، النبي متزوج هالقد، النبي النبي، إلى أن يبدأ هذا فعلا يصدق هذه الخرافات وهذه الخزعبلات، لأنه ما عنده اطلاع، مو مناقشنها. فتبدأ شخصية النبي اللي كانت عنده تحاط بهالة من القداسة، قابل أنه تدريجيا تسقط هذه الشخصية من عينه، تسقط هذه الشخصية من عينه. وهذه أساليبهم في الدين. من قال أنت محتاج إلى دين؟ الدين خرافة. هذا الكلام اللي كنا نسمعه ومسجل في الستينات والسبعينات، وعفى ورد عليه العلماء، الآن جايين يحيون بطريقة ثانية، دخلوا إلى عصر اليوتيوب وعصر وسائل التواصل، وظلوا الناس يرددون الدين مو بحاجة، مو ضرورة يكون عندك دين، مو بضرورة يكون عندك مبدأ، خلك حر. شنو تقعد من الصبح زين وتصلي وتلاقي هذا بعد إنسان غير ملتزم؟ هذا الشاب شنو، شاب عمره 16-17 مسوي له دق على إيده من هنا لهني، وأيد ريال مدريد، وطول الليل سهران بقهوة، زين عمره ما دل درب المسجد ولا درب الماتم ولا يعرف الله ولا يعرف رسول الله، بس في الأربعين يروح زيارة الأربعين وعنده مضيف على باب بيتهم. شيعي خوش شيعي هذا، جابوا هذا الشاب خلخلوا عقيدته بكلمتين، الله العالم عطوا ربيتين لولا، خلاص ما يبقى له شيء. بدأ هو يعني يكرر مثل الببغاء الكلام اللي يقولونه، هم يسمعون كلام في أذونه، يصبون كلام في أذونه، زين، وهو يجي ياخذ هذا الكلام ويجي إلى ربعه يصب نفس الكلام. لذلك حتى لو جبت واحد يناقشه ما راح يستفيد، هو ملقنين أمور معينة، ملقنين أمور معينة عن الله وعن العقيدة وعن الدين وعن محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وبالتالي هذا قاعد أثر واقعا على عقيدة شبابنا، واقعا هذا أمر أثر. لا نقول ما تأثر، لا نقول لا احنا بعيدين إن شاء الله، قريتنا بعيدة زين عن هذه الأمور، وعدنا مواتم وعدنا، لكن ما تقدر تضمن. أنت شبابك الآن داشين فضاء الانترنت وداشين الجامعات الخاصة وغير الخاصة، انت محصن، انسان المحصن ما يمكن اختراقه، لكن مو بالضرورة حصانتنا تكون قوية، مو بالضرورة حصانتنا تكون قوية، قادر ممكن ان واحد يخترق هذا التحصين الى شبابنا والى عقول شبابنا. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. طبعا نصائح إلى بعض الشباب، أي واحد من الشباب عليه أن ينتقي أصدقائه. الأمر الآخر، إذا شفت هذا الصديق أو هذا الشاب قاعد
يلقي عليك بعض الأمور والشبهات العقائدية فاحترز منه. عليك أيها الشاب ثانيا، عليك أيها الشاب أن تدرس عقيدتك درسا وافيا، تفهم العقيدة، شنو القضاء، شنو القدر، ما هو التوحيد الإلهي، ما هي الربوبية، من هو محمد. ما هي فلسفة الرسول، ما هي فلسفة الرسالة، هل القرآن فيه متناقضات أم لا. هذه الأمور كلها نؤمن بها إحنا، ولكن بحاجة أن نعمق. ليش يجي واحد يلقي عليك شبهة وغير دينك وغير عقيدتك وغير مذهبك؟ لو أنت فعلا محصن ما راح يقدر يخترق تفكيرك ولا يخترق عقيدتك ودينك. هذه أمور مهمة جدا، أمور مهمة. ثانيا، أي استهزاء برموز الدين، بالأئمة وبرسول الله وبالقرآن وبالكعبة، فليكن هذا الأمر مرفوض منا وبشدة. لابد أن تدافع عن دينك، لابد أن تدافع عن دينك. أي مكان فيه إهانة وسب وشتم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ينبغي على الإنسان وعلى الشاب أن يتجنب هذه المواقع وهذه المنتديات وهذه الحسابات المشبوهة. اطلع منهم، ابتعد عنهم، قاطعهم. في المقابل، مو فقط المقاطعة اللي تفيد، أنت أيضا حصن نفسك بدينك وفهم دينك. ما راح شيء ينفعك مثل فهمك للدين. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: وددت لو أن السياط تلوى على رؤوس أصحابنا حتى يتفقهوا في الدين. قل له بكيفي أجبرت الناس ضرب، إيه نعم أضربهم. الإمام الصادق: وددت لو أن السياط تلوى على رؤوس أصحابنا حتى يتفقهوا في الدين. أصحابنا يعني شيعتنا، أصحابنا يعني شيعتنا، شيعة أهل البيت عليهم السلام. هذا أفضل شيء ممكن أن نقدمه إلى علي، أفضل شيء يمكن أن نقدمه للحسين وحق منبر الحسين، ها أفضل حتى من اللطم. لما أنا أفهم عقيدتي وأفهم ديني وأفهم علاقتي مع ربي، بعدين اللطم ترى مستحب، بس هذا واجب، هذا واجب. شو الفائدة؟ قلت لك شو الفائدة عندك تروح زيارة الأربعين وعندك مضيف وتعزي ولطم، والليل الرادود الفلاني بعزي هناك، والعالم جر، الله يحفظهم إن شاء الله وأيدهم وينصرهم أيضا. لكن من الشيء الأهم أن أحفظ ديني وأحفظ عقيدتي وأفهم ديني، هذا ما يدخل السرور على قلب فاطمة الزهراء، هذا ما يدخل السرور على قلب أبي عبد الله الحسين. تريد الإمام الحسين يرضى عنك، تكون في شفاعة الحسين، خل كلماتك مثل عقيدة العباس: والله إن قطعتم يميني إني أحامي. رجل عنده عقيدة، قمة العقيدة والارتباط بالله عز وجل. هكذا نفهم العباس، هكذا نفهم أمير المؤمنين، ونسأل الله الثبات على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم. طولت عليكم، لكن شيء لابد منه، شيء لابد منه، ولا أخذت من وقت المجلس. لكن احنا نفهم العباس هكذا، عباس عقيدة، عقيدة مع الحسين إلى آخر لحظات حياته، يترنم بعقيدته: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام، وعن إمام، أنا أدافع عن إمام، عن مبدأ، عن دين، عن معتقد. هذه حقيقة العباس ابن أمير المؤمنين. ونحن في هذه الليلة في مولد أبي الفضل العباس سلام الله عليه، نسأل الله أن يحفظ شبابنا من هذه الأفكار الملوثة وهذه الأفكار المليئة بالبعد عن الله عز وجل. هذه الأيام فلنستثمرها،
أيام الحسين، أيام شعبان، وجاينا موسم شهر رمضان. خلي يكون عدنا مثل ما تقرأ القرآن في شهر رمضان، توجه إلى فهم عقيدتك مثل ما نهتم. والله جاينا شهر رمضان نهتم كثير من شبابنا، زين الليلة عدنا السحور في المكان الفلاني، والليلة زين عدنا إن شاء الله الدورة الرمضانية لكرة القدم. الله أكبر، محتاجين لهالدرجة. طول السنة تلعب كرة، يعني طول السنة قاعد تلعب كرة، زين لا رمضان كله شهر واحد، هذا شهر الله عز وجل، لا هو شهر مسابقات ولا هو شهر كرة قدم ولا هو، لا نشغل روحنا إلا بالله في هذا الشهر. وأفضل شيء، أفضل شيء قوي علاقتك بالله عز وجل وافهم عقيدتك في هذا الشهر. لما نفلسف أمورنا ونرسم منهج إلى حياتنا غير لما نكون غوغاء ما ندرب ديننا ولا ندرب مذهبنا. انت ارسم، انت خطط لمنهجك ودينك. ولذلك شوف العباس لما يوصف الإمام الصادق: أشهد أنك مضيت على بصيرة من دينك. عندك بصيرة في دينك وفي مبدأك، مو رجال بس ها ويش بتروحون كربلاء يلا خلنا نروح، راح وياهم انقتل. لا 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 لا، تعال رجل مبدأ، رجل دين، رجل فهم إلى عقيدته ودينه. ثبتنا الله وإياكم على محبة محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي محمد. أريد صوتها. أين أحباب الحسين وأحباب أبي الفضل العباس وباب الحوائج؟ نسأل الله بحقه أن يفرج عن المؤمنين. يا مستمعي النظام، صلوا على البدر التمام محمد. هذا وقد شرف الله سبحانه وتعالى أم البنين عليها السلام أن تكون أما إلى أبي الفضل والفضائل، أعني العباس بن علي صلوات الله وسلامه عليه. يا مستمعي النظام، صلوا على البدر التمام محمد. فكان مما ورد أن قال علي عليه السلام إلى أخيه عقيل: يا عقيل اخطب لامرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي الحسين في يوم كربلاء. يا مستمعي النظام، صلوا على البدر التمام محمد. هذا مو صوت أهل المرف، النبي محمد. وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه يبشرها بهذا المولود المبارك، أعني العباس صلوات الله وسلامه عليه. فلما أكملت أشهر حملها ودنا يوم ولادتها في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة الرابع من شهر شعبان، فبينا هي على هذه الحال وإذا بها قد وضعت بالعباس. محمد وآلي محمد صلوات علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه وصلي وسلم.
صلوات ربي عليها الحسن والحسين، أئمة المعصومين، صوتك صاحب العصر صاحب العصر والزمان، تنزل الروح والأملاك والرسل في هذه الليلة النوراء تبتهل، حفت ببيت وصي المصطفى زمر بمولد القمر العباس تحتفل وتسأل الله أن يقضي حوائجها بحقه، فهو باب الله والأمل. وتحتفي فرحا وتحتفي فرحا في يوم مولده، وفيه أهل الكسى قرت لهم مقل، في رابع الشهر من شعبان شرفنا نجم مضيء طليق الوجه مكتمل، أخو الزكيين وابن الطهر حيدرة ومن بآل رسول الله متصل، حاك النبيين في خلق وفي خلق وفي خلق، وبالمكارم فيه يضرب المثل، اليوم أصبح ثغر الدين مبتسما إذ شرف الكون صنو الصبط والبطل. جاءت به الحوراء تحمله وقد شغفت به وبه الفؤاد، تعلق تحنو عليه وتنثني لأبيهما، من كان كالأم الرؤوم وأشفقا. حلو الشمائل مذ رآه وفيه من معنى البسالة والجمال مع النقاء، سماه عباسا أمير المؤمنين، يقولون قبل عينيه وقبل يمينه وشماله، وهذا هو الذي سماه بهذا الاسم، سماه عباسا وقال ملقبا قمرا فقل أسمى وأجمل رونقا. عباس ولد يا محلى نوره من بين علينا، عباس ولد عباس ولد يا محلى نوره من بين هاشمي محلى الشهامة تلوح في غرة جبينة، هاشمي محلى الشهامة تلوح في غرة جبينة، حيدري ووصاف حيدر بينت تزهي علينا، طالبي من بيت نخوة ومرجلة وصفوة أمينة، من قبل الله اصطفاهم والله سماهم لدينا، والباري فضل هالعترة والباري لهم الجنة اجتباها. الله الله
وبهم الباري حباها الله زاهية بنور الولاية وبهم الله الدنيا باها الله هذا للوصي الكرار صورة من بيان علينا عباس ولد يا محلى نورة هذا من حيدر علي وام البنين اغلى هدية هذا من حيدر علي وام البنين اغلى هدية فادي الزهرة ولدها بالمعاني الهاشمية الله يا محلى جماله وطلعته بين البرية بحر جودة من الفضائل صاحب الجف الندية ميلاد عباس مضوب ميلادها ميلاد عباس مضوب ميلاده والفرح عم المدينة شاله الوالد بيدينه الله شافه وتوسم شجاعة ومرجلة تخفيها عينه الله نورا الله يا محلاه نورا من بيان علينا عباس ولد من بيان علينا عباس ولد تفتخر أم البنين بهالوليد وصار مفخر والوصل كرار من شافي تلاله بيستبشر هالشب المعروف من ذاك الأسد مولاي حيدر هالشب المعروف من ذاك الأسد مولاي حيدر شعشع الليلة جماله هالقمر والله أكبر شعشع الليلة جماله القمر والله حاميها عباس بعزمه وزينب تعاين جماله عن يمينه وعن شماله الله قرت عيون الولاية وهالولد تزهي فعاله الله والحسن وحسين فيه تأملوا آيات جودة توسموا فيه البطولة والشجاعة من وجوده لاحظوا حيدر أبوهم قاعد يقبل زنودة لاحظوا حيدر أبوهم قاعد يقبل زنودة والسعد رفرف عليهم ناثر بفرحة ورودة فرحانة الليلة الزهرة والقمر بيان عليها الله شالت زينب بيديها الله والهلاهل بالولادة بالفرح تزهي إليها الله فرحان الليلة الزهرة تعبتون لو بعد لا شكلكم تعبتون أنا ما أعلمكم عندي بعد كم واحدة بجيبهم جينا نتوسل يا أبو فاضل بيت الدعاء جينا نتوسل يا أبو فاضل وبيك الحال لاهج
جينا نتوسل يا ابو فاضل وبيك الحال، لاهج والحشا من نار بعدك يا الولي الهب لواعج، منه غيرك يا طبيب الروح للهفة يعالج، وانت لنا الامل يا عباس يا باب الحوايج، وانت لنا الامل يا عباس يا باب الحوايج، والينا واللوذ بظله تشمل الدنيا يمينه، الله ساطع النور بجبينه، الله هاشمي بطلعت كماله تزهي العزة الثمينة، الله ولسعد ولسعد لشم الطيب هالليلة ولسعد، وقبل كعبة الباري ولسعد سعيد الزار يمتنا ولسعد، يصلي على النبي خير البرية، يصلي على النبي، يصلي على النبي خير البرية، أفضل الصلاة جميعا ببركات أبي الفضل العباس جميعا. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك آباء في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.